هؤلاء يفكرون لابد أن تكون عندهم شخصية تعطيهم القدرة على أن ينظروا إلى هذا الواقع الذي الآن نراه من خلال الصور الواقع. فهذه الشخصية الفكرية القوية ذات القدرة على تغيير ما لا بد أن يتغير، الطرح البديل الذي لا بد أن يطرح، هذا البديل لابد أن نشعر بأن مثلا العولمة السائدة في العصر الذي نعيش فيه ما هي غايتها؟ ألم يقولوا بصراحة بأن غايتها هي السوق؟ هل السوق هو الذي إذا كان المفكر لم يستطع أن يتصدى لهذه الغايات وأن يطرح البديل الحقيقي الذي يجعل الإنسان يشعر بأنه يساهم في بناء مجتمع، ليس الإنسان الذي يكتفي بالانفراد داخل المجتمع لإشباع رغباته الاستهلاكية وغير ذلك. لابد الإنسان الآن المفكر أن ينظر إلى هذا الإنسان وأن يضع أصبعه على التاء الحقيقي. أنت لست الرجل المستهلك الذي دوره هو أن يجعل الآلات الاصطناعية في الصناعة تدور وتملأ السوق. لا، لابد أن تحول هذه الآيات إلى وسيلة للإنسان لا العكس كما هو الحال. فلا بد أن يكون هؤلاء المفكرون عندهم هذه الشجاعة وعندهم هذا الموقف الواضح الذي يطرح البديل بالنسبة لهذه الفكرة المهيمنة على كرة الأرضية في العصر الذي نعيش فيه وهي السوق.